يعني اعتقد رسمت قواعد اشتباك جديده تماما تختلف عما سبقت، لان كان الكيان الصهيوني يعتقد ان ردود الافعال الايرانيه قد لا ترتقي بالحجم التي ممكن ان يؤثر على الكيان الصهيوني، وممكن ان هنالك مديات زمنيه وهنالك اسلحه معالجه وهنالك منظومات راداريه وهنالك دفاع جوي ممكن ان يشيل الصواريخ او الاسلحه او الطيران المسير الذي قد يستهدف الكيان الصهيوني. الان بعدما فشلت جزئيا منظومة الدفاع الجوي الصهيونية باعتراض الأسلحة الإيرانية لابد أن تكون حسابات تختلف تماما عن سابقاتها. لذلك الآن يخشى الكيان الصهيوني أن يكون هنالك عملية استهداف لإهداف حيوية، خصوصا أنه تأكد من أنه إيران ربما تلوح على أنها ربما القادم ستتجاوز الحروب الأخلاقية أو ربما تغض النظر في بعض الجزئيات. يعني الآن كان سون يعتمد على المقاومة على أنه يقاتلون بالأسلوب للحروب النظيفة، هم طبعا ما يعتمدون على هذا ويعتقدون أنهم لن يستهدفوا لا مدنيين ولا هم يستهدفون مدنيين، بينما هم أسلوبهم هذا، فاعتمدوا على أخلاقنا على أنه نحن ديننا وتربيتنا وعقيدتنا القتالية لا تجعلنا مهيئين لان نكون هنالك اهداف مدنيه واهداف حيويه استراتيجيه مدنيه تكون. وهذا كان لافت بعد استهداف سماحه السيد، يعني ايضا كان الرد منضبط لحد الان، الرد منضبط، لكن هنالك تلويح انه ربما سنخرج على الانضباط ولو في جزئيه نعطي لضميرنا اجازه يوم واحد.